كرة مشادي شفت في المعنى الحارس الليلي هنا غادي يحكي لنا التفاصيل الحارس على هذه الاشغال ديال القنطرة. شنو وقع الشيف كيفاش خويا جي من هنايا؟ انا كنت واقف انا هنا في الدريقة ديالي اييه وتبان لي انا جي واحد السرعة شوية غير ضرب على الفران وتمجي من هاد الطريقة هادي كانت قاطية ويضرب هنايا وتم غادي من هنايا ضرب من هنا وخرج من الشجر ضرب من هنايا ودخل من الشجر ضرب في وسط الطرط والتبومبات وضربت في الحيط من اللي وتقلبت وبقات غادي زالقة. واو من اللي هبطنا حنا من هبطنا حنا لقينا باقي حي حلينا الباب خرجنا خرجنا غير شوية كي توعت يعني انتم اللي خرجتوا تبارك الله عليك. ثلاثة خرجنا خرجنا ما خرجت على الزم ديال الطنوبيل. واش كان شي حالة غير طبيعية ولا هربت به ولا شنو؟ وجي عافض وجي مكسير الصدع خلاص بغى يهبط هنا على طريق السيارة. لا ربما كان جاي بغى ربما بغى يدوز بغى ويقلب زاد بغى يقلب باش جاي باش برك راه والله كتب لي غير قلت لك يعني كيفاش دير ذاك المشهد اللي شفتو انت؟ داك الشيء ديال الافلام داك الشيء ديال الافلام انا بحال الفيلم مباشرة سير الله يحفظك شكرا سمح لينا.